أكل بيجي من الاكل الصحي مش الاكل غير صحي. مع التمارين الارداف هتنزل، يعني التمارين اللي انا عاملها دي الارداف هتنزل. من غير التمارين يعني لو احنا ما ظبطناش الاكل الارداف مش هتنزل والرجل مش هتنزل. على الاقل خالص التمارين، حتى لو انت مش هتظبط اكل، يعني حتى لو انت مش هتظبط اكل، في حاجه انا برضو عاملها بالنسبه للتمارين، هتعمل عمليه شد شد بس مش دهون، انا بتكلم على الشد الرجل، والشكل العام هيبقى كويس لكن مش تنزل دهون. هنظبط اكل يبقى الموضوع كده يبقى تمام قوي. يعني كل حكايه يا استاذه ايه، تظبيط اكل مع رياضه فقط لا غير. طبعا يتظبط كل حاجه، كل حاجه بالرياضة مع الاكل، تظبيط اكل. اهتمام بالرياضه اهم حاجه كتير جدا. ما هو الرياضه من بص الرياضه جزء اللي يتجزا من النظام الغذائي. اكيد في نظام غذائي في رياضه هيبقى معاك جسم سليم. من غير الاثنين معايا هتبقى في مشكله، هيبقى معانا مشكله. طيب.